وشوفوا مين نورنا الآن، فرح الصراف. يا هلا ويا سهلا ويا مرحبا. يا هلا ومرحبا، نورتينا فرح. نوركم أكيد، وسعيدة بهذه الفعالية الجميلة الصراحة، وشكرا للسعودية دائما تحتضن الفن والفنانين. سعيدة بتواجدي لأول مرة في هذا المهرجان، وإن شاء الله ما تكون أول وآخر مرة. وتنظيم ولا أروع، وكل شيء مثل ما توقعته، أحلى أحلى. طبعا فرح، احنا متعودين دائما معك في الأعمال الدرامية في رمضان، وفي رمضان كمان متى راح نشوف فرح في الأفلام؟ إن شاء الله. إن شاء الله وينك. لا شوف، أنا عادي، أنا أبتو أني أسوي كل ما هو جميل بالفن. نعم صحيح. فلو تنطرح علي فكرة تعجبني أكيد، والمشروع المناسب أكيد، وفي المكان المناسب أكيد أني راح أقبل. جميل. بإذن الله. قديش فرح مهم أنه يكون عندنا في المنطقة هنا في الخليج، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، مهرجان دولي سينمائي يحتضن نجوم العالميين، يحتضن أبناء الخليج، يحتضن السعوديين والعرب كلهم. مهم جدا، لأن هذا يعطي فش للفنان أنه يبدع أكثر، هذا يعطي فش للفنان أنه يعطي من قلبه أكثر، راح يعني صراحة هذا تقدير الفنان بحد ذاته. فأكيد مهم جدا، لأن هذا معنويا حتى حق الفنان، والعالم تشوف شنو احنا قاعد نسوي، شنو قاعد نقدم، وشنو قاعد نتعب عليه. فأكيد أنا أحب أقول لكم أنه فرح يعني فنانة خليجية بمواصفات عالمية، يعني شوفوا اللوك والإطلالة الرهيبة. يعني نورتينا فرح، إن شاء الله تستمتعي بالختام اليوم. بالتسيي، ومشكورين، وشكرا شكرا شكرا.